يا صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامجكم الكلام في ملعبنا. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن مهرجان دور الأكاديميات اللي انطلق في سبتمبر الماضي واللي بيشرف على تنظيمه الاتحاد المصري لكرة القدم. عشان كده نزلنا صورنا في بعض الأكاديميات، وكانت معانا أكاديمية بتروسبورت. هنروح نشوف تقرير صورناه في أكاديمية بتروسبورت ونرجع لكم تاني مع ضيوفنا، استنونا. أعزائي المشاهدين، يا صباح الخير عليكم، يوم جديد وصباح جديد. النهاردة احنا موجودين في أكاديمية بتروسبورت عشان نتعرف على الأكاديمية بشكل كبير. يلا بينا نشوف الأكاديمية. معانا النهاردة المدير الإداري لأكاديمية بتروسبورت كابتن حسين شطة. أهلا بيك يا كابتن حسين. أهلا وسهلا بيك يا إسلام. إيه رأيك النهاردة في أداء الفريق يا كابتن حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا إسلام، أنا أولا بس عايز أشكركم على المجهود الرائع اللي أنتم بتعملوه معانا قناة الصحة والجمال، وفريق العمل كله اللي معاك، ان انتم من السنه اللي فاتت بصراحه وفي سبوت هنا على الفرقه، فبصراحه ده حاجه كويسه ليكم كده. ان شاء الله كده الموسم الجديد ان شاء الله يبقى في تطوير كده من اداء اللعيبه، وان شاء الله نكون احسن ان شاء الله باذن الله. كابتن، يا كابتن عايزينك تكلم لنا عن مراحل اعداد اللعيبه لانشاء لاعب متميز داخل اكاديميه. ايه المراحل اللي بتتم عندك في الاكاديميه؟ هو بص يا اسلام، ان شاء الله يعني في 3 4 اولاد رايحين النصر السنه دي، ان احنا كنا عندنا ماتش معاهم من اسبوع كده، فهم اختاروا 3 اولاد منهم في المراحل السنيه اللي هي 2008 2009. ان شاء الله الاسبوع الجاي اول ما يبتدوا ان شاء الله يبقى في لينك كده معايا ومع الكباتن اللي هناك اللي هم ماسكين، ان هو اصلا ناديه في الاول والاخر، وان شاء الله كده الثلاثه دول ان شاء الله الاسبوع الجاي يكونوا ماضيين ان شاء الله باذن الله يا كابتن. طب احنا برضو حابين نعرف المراحل اللي بتتم لانشاء لاعب متميز داخل اكاديميه بتروسبورت. ازاي المراحل السنيه؟ هو العمر بيبقى من 6 سنوات، من 6 سنوات وانت طالع. بنبدا احنا مع الولد الصغير بنحاول ناسسه كويس، حته بننمي فيه المهارات، حته اللي هو برده بيبقى مشارك مع زمايله في الملعب، بيحس ان هو كده في اي تغيير كده عن البيت، عن الجو اللي هو بيبقى فيه، فبيجي هنا يشترك مع صحابه كده وزمايله، بيحس ان هو في مود كده جديد عليه. يعني يا ترى طلع من عندكم هنا يا كابتن كام لعيب السنه دي الانديه المصريه؟ الانديه مثلا، والله احنا كان عندنا اسمك ايه؟ محمد احمد. اتعلمت ايه في اكاديميه بتروسبورت يا محمد؟ اتعلمت باصي، اتعلمت احط الجون ازاي، اتعلمت الشخص اللي قدامي يكون حلو يعني احترمه وهو يحترمني كده. ايه كمان؟ ونفسي بقول ربنا يكرمنا اطلع زي محمد صلاح. ايه رايك في اكاديميه بتروسبورت؟ الصراحه حلوه، يعني ما شفتش اكاديميه زيها، وانا طبعا فرحان اللي انا فيها ومبسوط، وان شاء الله ربنا يتمني بخير اللي انا اطلع لعيب كويس ومميز، وان شاء الله طول ما ربنا معايا ان شاء الله هطلع حاجه كبيره. هنا في الاكاديميه اتعلمت اللي انا بقى حاجه كبيره، يعني اتعلمت اللي انا اشوت، اتعلمت ابقى راجل، اتعلمت ما بقاش اخاف من حاجه، اتعلمت لما الكره تجيلي لازم اقف عليها وابصي اتحرك كده. انا والله فرحان جدا ان انا مع كابتن شايف حسين. إن كابتن حسين بيعمل معاكم مجهود كويس؟ طبعا الصراحه ما شفتش كابتن زيه، وهو طبعا يعني كابتن محترم ومؤدب، والصراحه يعني بيعلمني ازاي ان انا ابقى لعيب كويس راجل جامد. اسمك يا حبيبي؟ ابراهيم. عمر محمد سيد. نفسك تلعب في نادي ايه يا ابراهيم؟ الزمالك. نفسي العب في الاهلي. يعني معايا دلوقتي واحد زملكاوي وواحد اهلاوي. احنا الاثنين خصم. ايه رايك في اكاديميه بتروسبورت يا ابراهيم؟ حلوه بصراحه. اتعلمت ايه هنا في اكاديميه بتروسبورت يا ابراهيم؟ ازاي احترم الخصم اللي قدامي، وازاي يعني ابقى راجل في الملعب. وكابتن حسين بصراحه بيتعب معانا وبيعمل كل حاجه وبيدربنا كل التدريب وكل حاجه. انت عمار ازاي احترم برضو كل خصم اللي قدامي، وتعلمت ازاي اباص، وازاي استلم، وازاي لما صاحبي يضيع اقول له عايش واسقف له اقول له مره تانية نجيبها وعادي. وكابتن حسين بامانه، وكابتن حسين وكابتن ايمن بامانه تعبوا معانا قوي، يعني بشكرهم مش عارف اقول لك ايه. لو حبيبتي لو ما بيعملوا كابتن حسين تقول له اقول له ربنا يخليك لينا، ورب اشوفك كده بتدرب نوادي كبيره باذن الله يا رب، وتكون باذن الله معاك لعبه حلوه وتلعب معاك. شايف نفسك فين بقى كمان 3 سنين؟ الاهلي. الاهلي؟ والزمالك. زمالك برضه؟ يعني ما ينفعش تروح الاهلي؟ لا لا. ولا انت ينفع تروح الزمالك؟ هنروح مع بعض. شكرا. لسه مكملين معاكم كلمه اولياء الامور، نتعرفوا حضرتك. مدام شيماء. اهلا وسهلا بيكي يا مدام شيماء. ايه رايك في اكاديميه بتروسبورت يا مدام شيماء؟ بصراحه الكباتن شغالين معاهم كويس قوي قوي، يعني انا كنت في كذا نوادي بره بس ما كنتش بحس بالفرق ده بالسرعه دي، انا ما كملتش تقريبا شهرين. اهتمام كبير جدا بصراحه من كابتن حسين وكابتن ايمن،
ما شاء الله عليهم بصراحه، والولاد كمان بيحبوهم قوي قوي يعني، بيعتبروهم كانه اخوهم الكبير، مش عايزه اكبره يعني، بس هم بيحبوه قوي. حضرتك لو حابين نوجه كلمه لكابتن حسين نحب نقول له؟ بصراحة عايزة أقول له بجد أنا بشكره جدا 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 على الشغل الجامد اللي بيعملوه للولاد، وحبه ليهم لأن هو وحبهم كمان ليه، لأن أنا أي حاجة عايزة أقولها لهم بقول له، بقول أول ما أقول لهم كابتن حسين بسمع الكلام على طول. شايفة إن في تطور ملحوظ بالنسبة للولد لابن حضرتك من ساعة ما تقدم لك؟ لا جدا جدا طبعا، فنيا طبعا وتفكيريا وذهنيا وكل حاجه. حاجات كتير بصراحه، بقوا بيناموا بدري بيصحوا بدري طبعا، مع الاجازه اللي احنا فيها دي كانوا بيناموا الفجر والصبح بجد والله، بقوا بيناموا بدري وبيصحوا بدري بسبب كابتن. طبعا كل ده بسبب كابتن التمرينات لا واهتمامه بيهم، لازم تناموا بدري وتصحوا بدري، في اكل ما يتاكلش، في كذا في كذا، لا بجد بجد والله بامانه، وعامل لهم جروب وبينزل لهم الحاجات دي الكلام ده على طول معانا ومعاهم. مشكور جدا ان شاء الله. كان معكم إسلام السعيد من داخل أكاديمية بطرسبورغ. ولسه مكملين معاكم حلقتنا في برنامجكم الكلام في ملعبنا، وزي ما شفنا التقرير اللي نزلنا صورناه في بطرسبورغ اللي بيتكلم طبعا عن مهرجان دور الأكاديميات، عشان كده ضيوف حلقتنا النهاردة الكابتن حسين شحاتة وبعض نجوم الأكاديميات الكابتن أحمد عاطف والكابتن عبد الرحمن خالد. أهلا وسهلا كابتن حسين. أهلا وسهلا بك. نورتنا النهاردة في برنامج الكلام في ملعبنا يا كابتن. ربنا يخليك. أهلا وسهلا نجوم، منورنا النهاردة في البرنامج. في بداية حلقتنا كابتن حسين، يعني عايزينك تكلمنا عن الأكاديمية بشكل كبير ومراحل إعداد اللعيبة بتتم إزاي داخل الأكاديمية. هو الاول احنا بنشكر قناه الصحه والجمال على المجهود اللي هي بتبذله معانا بصراحه من السنه اللي فاتت. كابتن انت طبعا يعني مش اول مره تبقى معانا هنا. لا دي تاني مره ان شاء الله. دي تاني مره، ومعاك انت كمان برضو اسلام بصراحه بتعمل مجهود معانا وبتنزل تصور ناس في الملعب وبتعمل مجهود مع اللاعبين، فانا بشكرك برضو انت كمان برضو على المجهود اللي انت بتعمله معانا. ربنا يخليك كابتن. والله اسلام، هي الاكاديميه زي ما قلت السنه اللي فاتت احنا شغالين وبنتعب وبنجتهد ان احنا برضو في الاول والاخر زي ما قلت لك بنودي ولد او ولدين او ثلاثه مثلا نادي، وده اللي احنا شغالين عليه، ان احنا بنسوق لعيبه، بنشتغل على بننمي مهارات اللي في اللاعب، الاساسيات اللي بتبقى في اللاعب، بنطور منه لو هو في حاجه ناقصاه مثلا احنا بنشتغل عليها لحد ما بنخليه يعني لعيب كويس، وفي الاخر بنشتغل عليه ان احنا نوديه نادي. بالنسبه للاعمار السنيه احنا بنبدا من 6 سنين، بنبدا في الولد من 6 سنين. الالتحاق الاكاديميه بتبدا من 6 سنين. الالتحاق بتاع الاكاديميه بيبقى من 6 سنين، ان هو برده الولد اللي عنده 6 سنين برده بيبقى لسه مش فاهم قوي، فحته ان انت بتاخده توديه نادي تخليه يشوط كوره يتحرك مع زمايله بيبقى جو جديد عليه. اعتقد ان هي يمكن اصعب مرحله سنيه بتمر عليك مثلا في تمرينها او في انشائها عشان تتمرن كويس، اصعب مرحله حتى المرحلة في التعامل معاها. بالظبط، المرحله السنيه اللي هي الصغيره طبعا اللي هي 6 سنين 7 سنين دي بتبقى لسه الولد طبعا مش مركز، مش فاهم اللي انت بتقوله، مش مستوعب بشكل عام، عكس لعيب كبير تاني انت بتحفظه وبتكلمه مثلا هو بيفهم منك بيعالج اخطائه. هي الفكره كلها بتاعت 6 سنين يا اسلام، ان انت الولد الصغير بيبقى ايه، خارج عن البيت، فبيلاقي جو جميل، بيلاقي كوره، بيلاقي لعيبه، بيلاقي اجواء جديده، اهتمام مننا، ازاي يمشي بالكوره، ازاي يبص الكوره، ده بيبقى جو جميل جدا ليه، فهو بيحس بتغيير مع الوقت. ربنا بيكرمه سنه الثانيه الثالثه خلاص بقى بيخش زيه زي اللعيبه الكبيره في المود. زيه زي اللاعب الكبير. بالظبط، بيبدا بقى خلاص معاك، وبل بالعكس الولد الصغير لما تعلمه وهو سنه صغير بالعكس دي حاجه كويسه جدا ليه، على الاقل لما بيكبر شويه بيبقى مستوعب، عكس ما واحد كبير مثلا انت بتعلمه بيبقى عدى عليه سنين ما راحش اكاديميه قبل كده، ان كانش في اكاديميات قبل كده طبعا في مصر او في العالم عامه، فحته الاكاديميه بصراحه بتطور كتير جدا من اللاعب. طب يا كابتن عايزين نعرف منك، يا ترى تم انتقال بعض اللعيبه مؤخرا لبعض الانديه المصريه مثلا من الدرجه الاولى؟ هو في 2 داخل الاكاديميه عندك؟ 2 داخل الاكاديميه، 2 راحوا الزمالك زي ما قلت لك، 2 2009 راحوا الزمالك، والسنه دي ان شاء الله يعني ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده في ممكن 5 لعيبه يمضوا في النصر، نادي النصر طبعا ده ناديه طبعا. وصاحب فضل عليا في ان انا اوصل لدوري ممتاز، والفرق طبعا كبيره جدا، فاللينك اللي ما بيني وما بين النادي ان شاء الله الفتره اللي جايه، ان احنا لعبناهم ماتش ودي اسلام من فتره، فاللعيبه في ناس شافتها واختارتها، وان شاء الله ان هم لسه بادئين الاسبوع ده، فالاسبوع الجاي ده ان شاء الله يعني الاكاديميه لعبت كام ماتش يا كابتن منذ بدايه الموسم، وحضرتك رضا عن مثلا اداء الفريق وعن النتائج؟ هو بص طبعا بعد فتره كورونا رجعنا طبعا اشتغلنا الحمل البدني بالتدريج واحده واحده مع اللاعبين لحد ما وصلنا لمرحله الماتشات الوديه، لعبنا مباريات وديه كتير، شاركنا مع اكاديميات تانيه كتير، الدوري طبعا لعبنا ماتشين الحمد لله مكسب الماتشين يعني،
الاداء كل طبعا ماتش عن ماتش بيزيد ويتطور. اه طبعا انا حتى نزلت وانا بصور التقرير شفت كان اول افتتاح يعني البطوله كان ماتش عمل ماتش كويس قوي. بالظبط. كنا بنلعب كابتن احمد جمال لاعب حرس الحدود سابقا. بالظبط. نجوم المستقبل، اكاديميه نجوم المستقبل. كنا بنلعب كابتن احمد طبعا لاعب حرس الحدود، فكنا بصراحه مهتمين ومركزين جدا والحمد لله. كنت انت شايف الاداء في الملعب اكيد طبعا. كابتن احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. شايف يا احمد ان حصل عندك تطوير منذ التحاق باكاديميه بطرسبورت؟ اكيد طبعا. هو الكابتن حسين طبعا بيتعب معانا جدا، اللي هو الثبات في الملعب، ان احنا نثبت في الملعب. تاني حاجه اللي هو بيدينا الثقه قبل الماتش، اللي هو بيقول اعملوا العبوا كرجاله بس. ف يعني تطورت كبيره مع كابتن حسين. ممكن عبد الرحمن نفس الكلام برضو، واحترم الخصم اللي قدامي، ولا مثلا العب على الصفاره بتاع ما احترم الحكم، احترم اللعيب اللي قدامي. يعني بصراحه بيتعب معانا كابتن حسين كتير قوي. طب ايه اكتر حاجه مثلا اتعلمتها داخل اكاديميه بطرسبورت حابين تشكره عليها كابتن حسين؟ لا بقى الواحد يعني بيقف في مركزه، يعني مثلا لما كنا بنلعب مثلا عادي مع بعضينا الواحد بيخش على الكوره وخلاص. لا كل واحد في مركزه، كل واحد عارف مركزه فين، كل واحد عارف مركزه فين وبيلتزم فيه ما بيطلعش عنه. وكابتن احمد هو الكابتن بيقول لي العب، مالكش دعوه بالدنيا، مالكش دعوه باللي حواليك، بيقول لي العب، انزل الملعب واعمل اللي انت عايزه، داخل فيه جون اثنين ثلاثه مالكش دعوه، انت العب وكمل اللي انت عايزه والثبات في الملعب ومالكش دعوه باللي حواليك ولا توتر ولا اي حاجه. نشكركم جدا اعزائي المشاهدين، وكابتن حسين شرفنا النهارده، مدير الفني نجم اكاديميه بطرسبورت شرفتني النهارده بجد. ربنا يخليك يا اسلام، احنا اسعد والله. اسلام نشكركم جدا اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.